انا هموت قريب جدا، انا متاكده من ده، في صوت بيقول لي ان انا هموت قريب. دي تقريبا كانت بدايه وصيه الطفله مارينا قبل ما تموت بحوالي 3 اشهر تقريبا، متاثره باصابتها بكانسر او زي ما قال والدها بمرض نادر. احنا دلوقتي هيكون معانا ميلاد حنا والد الطفله مارينا، هيقول لنا تفاصيل وصيتها وازاي خرجت وصيتها لمواقع التواصل الاجتماعي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا فندم، اهلا بحضرتك. عايزين نعرف ايه تفاصيل الرساله او الوصيه اللي تداولت بشكل كبير على عبر مواقع التواصل الاجتماعي. صدقني كانت طفله من 4 سنين كنا عدت بمرحلة مرضية، اكتشفنا الموضوع ده في ان في ورم نادر جدا، حاولنا نعمل كذا عملية، عملنا حوالي 10 عمليات والكلام ده كله. لكن موضوع الوصية انها خرجت ازاي، كان في ناس بترد عليها بزورها بتحكي معاها، كانت طفلة دمها كبير قوي، تحكي مع اي حد بطريقة يوصل لاي حد، مع لو حد عنده 50 سنة يتكلم معاه، حد عنده 100 سنة يتكلم معاه. حكيت حالة فريدة طبعا من ضمن حب الاستطلاع، حد بيألف وراها لانها كانت شاطرة جدا، منسقة جدا في حاجتها، فممكن يكون حد صور الوصية دي ونشرها على وصل الاجتماعي. فطبعا انا مش عارف لغاية دلوقتي مين اللي شير اول النشر الوصية دي لغاية دلوقتي، لان انا في وقت زي حضركم بالظبط برد الفعل والكلام ده كله، فلغايه دلوقتي انا مش عارف ايه اللي حصل. حضرتك شفت الوصيه زينا زي كل الناس على الفيسبوك؟ يعني انا فوجئت بيها بجد، لكن انا لغايه دلوقتي لغايه ما في ناس بقى تكلمني في التليفون ايه الموضوع. طبعا احنا في حاله هو ربنا يا رب يرحمه ويصبركم، لكن بس في سؤال مهم، يعني حضرتك شفت الوصيه بعد الدفن مظبوط يا فندم؟ بعد الدفن على طول. ان طيب بعد هل ما الدفن هل انتوا عملتوا بالوصيه دي ولا شفتوها بعد الدفن؟ لا احنا عملنا بقى بكل كلمه اتكتبت، ما عدا برضه في حاجات برضه لسه وقتها ما جاش. يعني احنا برضه مجتمع شرقي، ما ينفعش والدتها ما تلبس اسود، فطبيعي غصب عنها لازم تلبس اسود. دي حاجه من ضمن الحاجات اللي هي كانت كاتباها ان والدتها ما تلبس اسود. حاجه تاني ان لكن اي حاجه تاني موضوع اللبس والتكفين والكلام ده كله طبعا اتعامل ده على ما قدرنا نحافظ على الموضوع ده عملناه. لكن احنا فوجئنا بعد موضوع الدفن على طول مباشره ان الوصيه دي خرجت، فوجئنا زي اي حد عادي. هي في تقريبا استكمال الوصيه دي ورقه من ضمن مجموعه اوراق كتير، صح كده ولا ايه؟ بالظبط. طب ايه بتحتوي على ايه تفاصيلها لو حضرتك طلعت عليها؟ لا ده في حاجات تاني، ان في حاجات بتطلب حاجات شخصيه ليها، بتقول لهم انا ما اقدرش اعمل حاجه. يعني احنا مجتمع بسيط، في حاجات في كذا وصيه، في حاجات لما بدات هي ما كانتش بتتكلم لان كانت الورم في بقها وما فيش اكل من البق والكلام ده كله، بتتكلم علشان كده كتبت وصيتها. ده هي بقت دي الوصيه اللي كتبتها، في حاجات تاني كانت بتكتبها من غير ما حد يعرف عشان احنا نعملها. اخر كلمه نطقت بيها قبل ما يعني لا تستطيع الكلام او ان هي خلاص مش قادره تتكلم بسبب الورم، كانت من مده قد ايه وقالت فيها ايه؟ لا اكتر حاجه يعني يعتبر قالت احنا اسفين، عارفين الموضوع صعب يعني، لكن مش متخيل حجم تداول وصيتها على السوشيال ميديا عبر طبعا في صحف كتير محليه ودوليه تناولت الموضوع، فاسفين لو بنضغط على حضرتك يعني. معلش اسف. احنا اخر حاجه قالتها طب استاذ ميلاد احنا ممكن نكتفي بكده، وان شاء الله احنا في ميعاد مع حضرتك ان شاء الله تحكي فيه كل بتقول لي اخر حاجه قالتها. سامحني يا بابا تعبتك معايا.